بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. بدأت الآيات هذه بقوله سبحانه ويل، وويل هذه كلمة تهديد ووعيد، من أشد الكلمات. يعني لو واحد جاته مصيبة يقول ويل لي، هذه اختصار ويل لي، فاختصرت وخففت الياء الأخيرة فصارت ويل. فويل تهديد ووعيد، ومين اللي يهدد ويوعد؟ الله عز وجل اللي قادر على أن ينفذ إيه؟ ينفذ وعيده. لو تعالى ويل لكل، كل هذا اسم عموم، من هم هذولي؟ وصفهم بوصفه، ويل لكل همزة لمزة. همزة على وزن فعلة أي كثير الهمز، لمزة على وزن أيضا فعلة صيغة مبالغة، يعني يصدر منه هذا الفعل كثيرا. يقال فلان ضحك يعني يضحك على الناس، وفلان ضحك يعني الناس يضحكون منه. إذا سكنت الحاء فيصير الناس يضحكون منه، وإذا فتحت الحاء معناه هو يضحك على الناس. هذا الإنسان الذي توعده الله، أو هذا العموم الإنسان، همزة لمزة. الهمزة الذي يهمز الناس بحركاته، واللمزة الذي يلمز الناس بلسانه. إذا كان بالحركات فهو هماز، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. واللمزة هي الأفعال سواء كانت باللسان أو غيره. إيش السبب اللي خلى هذا يهمز الناس ويلمز الناس ويحتقر الناس؟ لأنه عنده فلوس. الذي جمع مالا وعدده، في قراءة أخرى سبعية الذي جمع، جلس يجمع من حلال من حرام إلى أن سوى ثروة. وكل يوم، أول قديم ما كان عندهم بنوك، كل يوم يعدها، نقصت كم، راحت كم، زادت كم، كم الرصيد. بعض الناس زي من حرصه والعياذ بالله كل يوم هو رايح البنك ويربش البنك، تعالوا جيبوا لي الرصيد، افتحوا لي الحساب، وروني هنا هذا صح هذا غلط. الذي جمع مالا وإيه وجلس يعده، وهذا يدل على حرصه وعلى طمعه، وعلى أيضا سبحان الله أنه جعل المال هو أساس كل شيء سبحان الله. فبسبب أن الله أعطاك مالا كثيرا تحتقر الناس، بسبب أن الله وسع عليك وأعطاك رزق تحتقر الناس، بسبب أن الله أعطاك مال تهمزهم تلمزهم. اتق الله. يحسب أن ماله إيه؟ أخلد، يظن أنه ماله حيخلد طول عمره وطول حياته ولن يأتيه الموت أبدا، أو يحسب أن ماله إيه؟ أخلده، سيترك له ذكرا بعد وفاته. لينبذن في الحطمة، شوف كلمة نبذ، نبذته يعني طرحته رميته باحتقار وازدراء. ما قال الله كلا ليرمى، يرمى يعني كلمة أكبر شوية، لكن نبذته يعني طرحته باحتقار. سينبذ في النار مثل ما كان يهزأ بالناس ويهمزهم ويلمزهم، سيطرح طرحا ويرمى رميا لا يؤبه به. كلا لينبذن أي ليطرحن فين؟ الحطمة، الحطمة اللي يحطم تحطم كل شيء، زي ما هو كان يحطم أقدار الناس، كل واحد ينزل ويسب ويشتم لأنه كبير أو صاحب مال أو صاحب غنى، الله سبحانه وتعالى سيدخله نارا تحطمه تحطيما وتريه قدره ومنزلته ومكانته. كلا هذه كما قلنا ردع وزجر، وردت في القرآن، كلا كلمة كلا هذه وردت في القرآن 33 مرة، كلها في النصف الأخير من بعد سورة الكهف إلى سورة الهمزة، 33 مرة وردت في القرآن.
كلا، كلها ردع وزجر. ثم قال الله: وما أدراك ما الحطمة، وما أعلمك يا محمد ما الحطمة هذه؟ ثم بينها سبحانه فقال: نار الله. الله أكبر، مو نار فلان ونار فلان نار فلان، إنها نار مين؟ نار الله. في أشد من نار الله؟ نار الله الموقدة التي تطلع على ليه؟ على الأفئدة، لأن الكبر يا من قلبه، الهمزة واللمزة جاءت بسبب تكبره، فهذه النار تطلع أيضا على قلبه فتحرقه. إنها عليهم مقصدة، مقصدة يعني مطبقة، لها أبواب مغلقة، فضرب بينهم بسور له إيه؟ له باب، في عمد إيه؟ ممددة، وفي قراءة في عمد ممددة، داخل النار في عمد ممددة. قد هذا الذي هو مزلومزة ربي يعلق سبحان الله في هذا العمود، والناس ينظرون إليه، ونار جهنم تحطمه وتحقر قدره وتحقر منزلته ومكانته.